ندخل على الشق الجسدي الجسدي عن نضال الأحمدية. شو بدك تقولي وعرض خسري وشو؟ لا ما يعني ما في مواصفات ملكة الجمال لن يخد هو. ليش يا حبيبي؟ أي عضو؟ لا جسد وأي عضو. إذا نيتك سيئة أنا مش هيدا قصدي. يعني ما بدها نوايا. بل واضحة. ما الجسد مؤلف من مجموعة أعضاء. نعم صح؟ ليش راح تفكيرك على عضو واحد؟ أنا متأكدة إنك بدك تحكيني هلا عن البنكرياس. أي عضو من جسمك ما بتقدري تستغني عنه؟ يعني نقلي هيك شوي سريعة بس لننهي الجدل السياسي. اليوم أنا عم بسألك أي عضو من جسمك ما بتقدري تستغني عنه؟ الماي برين. خذوا كل هالجسد. موجود. بس أنت لما سألتي هذا السؤال من فترة بنشوف سوا على الشاشة شو كان جوابك لما سألوك بمجلة الحسناء. أكيد عاملين معك مقابلة الحسناء ما هيك؟ أي سنة؟ أه